نعمل ليل والنهار لحفظ كرامة هذه المحافظة وحفظ أبنائها وإعمارها وأمنها واستقرارها، ونتصدى لكل المشاريع المشبوهة والمشاريع الخبيثة التي أدت إلى زعزعة الأمن في الفترات السابقة في المحافظة، وأدت إلى ما أدت إليه من مراحل نزوح ومراحل دمار وخراب. وفي نفس الوقت سنتصدى لكل حاقد ولئيم لا يحب ولا يود هذه المحافظة وأهلها، سنتصدى لهم بقوة ونفرض أمن واستقرار هذه المحافظة. لا مكان لهم بيننا ولا ترحاب لهم معنا، وإن شاء الله تبقى المحافظة كريمة بأهلها ودائما مستقرة وفي أمن واستقرار دائم.